السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والهدي المستقيم، آمين. درسنا بإذن الله في هذه الأيام كما تعلمون في منظومة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهذه المنظومة في باب التوحيد والعقيدة والأخلاق، كما عهد عن الشيخ رحمه الله سلاسة النظم ووضوح المعاني. ومصنفاته رحمه الله قد وفق فيها، لا من جهة اختيار المعاني والألفاظ ورصف المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، وهذا لا شك لا يقدر عليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا من رسخ في العلم، وخاصة علم التوحيد والعقيدة، إذا كان هذا النظم في هذا الباب، باب التوحيد والعقيدة. وكتبه رحمه الله كتب لها القبول، سواء كانت منظومة أم منثورة، وهي واضحة ولله الحمد. وقد عرف عن هذا الإمام رحمه الله عنايته بالدليل وعدم تعصبه، بل يتبع الحق ويُيمِّم شطره أين كان. وهذه طريقة أهل العلم في كل زمان، أهل العلم المتبوعون هذه طريقتهم. ولذا فإن أناساً من أهل العلم مضوا منذ قرون طويلة وكتبهم الآن إلى يومنا هذا وهي تقرر وتدرس في المساجد وفي الجامعات وفي كل مكان، كتب اشتهرت وظهرت وكتب الله لها القبول. وهذا دليل على أن الحق هو الذي يوافق الفطرة والعقول السليمة فتقبل عليه وتقبله. ولذا ترى كثيرا من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم يعتبرون كالمجددين لهذا الدين، وإن كانوا قد طواهم الزمان منذ قرون كثيرة، لأن كتبهم تقرر وتدرس في المساجد والجامعات وفي كل مكان كما تقدم من أنحاء الدنيا، وظهرت وانتشرت. وربما عاصرهم بعض العلماء الذين لم يكونوا على درجتهم في التحقيق، وكذلك الأخذ بالدليل وعدم التعصب، لكن لم يكن لكتبهم شيء من القبول، أو كتب لها شيء يسير. ولذا خصوم كثير من أهل القول الصحيح والمنهج الصحيح إذا مات في الغالب أنه لا يكاد يذكر، كما يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله. يقول رحمه الله لما قيل له إنها هنا قوما يجلسون ويجلس إليهم، يعني وليسوا من أهل التحقيق وهم على طريقة غير سليمة من بدعة وانحراف عن الصراط المستقيم، قال رحمه الله من جلس جلس إليه، وأهل السنة يحيي الله ذكرهم بعد موتهم وتبقى آثارهم، وأهل البدعة تموت بموتهم. وليس معنى ذلك أنه لا يبقى لها متبع، لكن تكون البدعة تحمل فسادها في حجتها التي يحتج بها. ولذا كل مبطل يأتي بحجة يكون بطلان حجته
في دليله الذي استدل به. لا يستدل مبطل على مسألة بدليل من الكتاب والسنة أو من المعاني التي هي صحيحة في نفسها إلا وفيما استدل به ما يبطل قوله. ولهذا أو دليل هذا اضطراب أهل البدعة والضلال في طريقتهم، وتراهم متحيرين متقلبين، وهذا أمر مشهور ويطول الكلام عليه، لكن الشأن الإشارة إلى أهل العلم المحققين، وأن هذا هو الواجب على طالب العلم، أن يكون الحق قصده ودليله، كما سيأتي في نظم المصنف رحمه الله، وأنه يقصد للحق ولو كان وحده، فهو الجماعة وهو أهل السنة والجماعة ولو كان وحده. فلا تستوحش من قلة السالكين، فجلساؤك وأصحابك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هم جلساؤك هم أصحابك حينما تقلب هذه الكتب وفيها الآثار والأخبار التي تنقل السنة مضبوطة لفظا ومعنى، مشروحة بكلام أهل العلم المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذه التابعون عنهم ثم ضبطوه لفظا وكذلك معنى، فتلقاه عنهم تلاميذهم، فهذا لا شك هو الضمان والأمان لعدم الانحراف والزيغ إلى البدع والضلالات، فيأمن على دينه في الدنيا ويأمن على نفسه في البرزخ وحين يبعث، لأنه على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأصحابه كذلك هم أهل البصائر، وكذلك كل من سار على طريقهم وهديهم إلى يوم القيامة. لكن قد يقلون من جهة العدد وقد يكثرون، والحق باق ببقائهم وظاهر بحجتهم، فلذا وجب التمسك بهذا الهدي المستقيم والبحث عن أهله في كل مكان. البخاري رحمه الله صعد مرة إلى العلية، وكان تلميذه في هذه الغرفة، في غرفة في مكان في رباط في الجهاد في سبيل الله، وكان رحمه الله ورضي عنه يرابط ويدون ويكتب الأخبار، وكان أحد تلاميذه معه، فصعد مرة إلى العلية وكان تلميذه يعني الغرفة التي هو فيها عنده السراج وعنده كتب أهل العلم منشورة عن يمينه وعن يساره يطالع فيها، فقال هنيئا لك فيما أنت فيه، أهل اللهو في لهوهم وأهل الغي في غيهم، وأنت جلساؤك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يعني ومن بعدهم يجالسهم كأنه يحدثهم، فكيف يستوحش؟ لا وحشة له لأنهم هم جلساؤه. فالمصنف رحمه الله والناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة نظما مختصرا ونظما جامعا رحمه الله، وإن كان لم يتناول جميع الأبواب المتعلقة بالعقيدة، لكن ذكر الأصول في هذا الباب، ولكنه أشار أيضا إلى أبواب مهمة تتعلق بالأخلاق والتفكر في المخلوقات وفي النفس وفي الأنفس والآفاق
وهذا لأهل الإيمان، لأهل الإيمان يتفكرون في مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما سيأتي في كلامه رحمه الله الإشارة إلى هذا المعنى. وهذه المنظومة لم يسمها المصنف رحمه الله، إنما أخذت تسميتها من افتتاحها، لأنه قال فيا سائلا عن منهج الحق، أخذت تسميتها من افتتاحه رحمه الله لهذه المنظومة. وهذا واضح لأنها منهج الحق وطريق الصواب، من أراده فليسلك هذا المنهج وهذا الطريق. نأخذها بما تيسر من إشارة إلى شيء من المعاني، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلينه سبحانه المزيد من فضله ومنه، ونشرع في المنظومة بيتا بيتا. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل ما من قد كان للحق يقصد، نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، افتتحه رحمه الله بالنداء بيا يا سائلا، ويا هنا ينادى بها للبعيد ومن هو في حكم البعيد، أو إذا كان المقام يقتضي ذلك، فهي للنائي أو كالنائي، يعني من يكون غافلا من يكون نائما فهو في حكم البعيد، في حكم البعيد. وقد يكون تفخيم المعنى وتكبيره يستحق أن تلتفت إليه بكليتك، فيا سائلا. ويظهر من عبارة صنف رحمه الله أنه لا يقصد سائلا معينا، هذا واضح من كونه أعرب المنادى فيا سائلا فلم يبنه، وهذا يبين أن المنادى هنا نكرة غير مقصودة، فأعربه بالفتحة يا سائلا، يقصد أي سائل، فهو لم يرد مثلا جمعا من طلاب العلم أمامه ممن يسألون ويقصد أحدا منهم، إنما العلم رحم وهو لكل سائل، وقد يكون ابتداء من سائل خاص. وأهل العلم في تصنيفهم إما أن يصنفوا ابتداء، وهذا هو الغالب على تصنيف أهل العلم، أن يصنف ابتداء في أبواب العلم، لأن هذا من النصح الواجب لأهل العلم أو على أهل العلم على غيرهم، والدين النصيحة، وأعظم النصيحة النصح في هذا الباب في نشر العلم. ولا ينتظر العالم من يسأله ما دام المقام يقتضي بيان هذا الشيء، لأنه قد يقصر السائل أو من عني بهذا الأمر فلا يسأل، فيجب عليك أن تبين إما بالقول أو بالكتابة، وإن كان البيان بالقول أبلغ حينما تخاطبه مخاطبة وتكلمه بينك وبينه، فهذا لا شك أنه أبلغ في البيان وأبلغ في النصح، لكن المخاطب إذا كان واحدا فإن الفائدة تكون خاصة، إلا إذا نقل هذا الجواب وقيد كتابة أو تسجيلا أو نحو ذلك، لكن
في الأصل حينما يخاطب يكون أبلغ، وذلك أنه حين يخاطبه فإذا أشكل عليه سأل عن هذا المعنى الذي أورده المسؤول. أما إذا كتب فإنه ينظر في هذا المكتوب ويفهمه بقدر استطاعته إذا كان من أهل العلم الذين يدركون المعاني. والغالب أن هذه المعاني التي تذكر في هذا الباب واضحة وبينة، هذه المعاني التي ذكر الشيخ رحمه الله وكل أهل العلم الذين يذكرون هذه المعاني في هذا الباب واضحة بينة، إنما الشيخ رحمه الله وغيره يضمون هذه الألفاظ وهذه المعاني، منهم من يضمها عن طريق النثر، ومنهم من يضمها عن طريق النظم، ولكل وجهة ولكل قصد، وبعضهم أبرع في باب النظم وبعضهم في باب النثر يكون تقريره أقوى، وبعضهم يجمع الأمرين، وهذا واضح لمن نظر في تصانيف العلماء. لكن لما كان النظم يروق للنفوس وتطرب له كان أبلغ في حفظه، ولهذا يقصد الناظم إلى نظم المعاني. فالنظم يشمل أمرين، وهو تأليف الألفاظ والمعاني. تأليف الألفاظ لا يكون إلا بتأليف المعاني، فإذا ائتلف اللفظ والمعنى كان أيسر لحفظه، وهذا يكون لمن كان قد غاص في هذا العلم. وهذا العلم ولله الحمد علم واضح بين، لأن النظم من النظام، وأصله الخيط الذي يجمع الحبات أو الخرز ونحو ذلك تجمعها في نظام واحد فلا تتساقط بل يحفظها. كذلك النظم يجمع الألفاظ الجامعة للمعاني، وكلما كانت الألفاظ متسعة للمعاني كان أبلغ في اختصار النظم وفي سهولة حفظه. ولهذا الشيخ رحمه الله نادى سائلا، أو نادى كل سائل، وأن هذا هو الواجب عليه، يسأل عن طريق ومنهج الحق، ومنهج الحق واضح كما تقدم أبين، وهو من أوضح الأشياء، وهو الفقه الأكبر، فقه التوحيد. ولذا لا تكاد تجد في النصوص إلا الشيء اليسير في سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن باب الأسماء والصفات، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يسألون عن الأسماء والصفات، ولا عن الاستواء ولا عن النزول ولا عن المجيء، لم ينقل عنهم في هذا ولا حرف واحد رضي الله عنهم. إنما كانوا يسألون عن مسائل تتعلق بالأحكام والحلال والحرام، وهذا يبين وضوحها تماما، وأنها بينة واضحة لا إشكال فيها، إذ كيف يسألونه عن أمور تتعلق بأبواب العبادات من الصلاة والطهارة واللباس وأمور كثيرة لا تعد ولا تحصى في سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسألونه عن باب التوحيد والعقيدة؟ هذا لا يمكن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته، حيث نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين واضح بين لا ينكر معانيه أحد، بل يعرفون المعاني تماما ولم يستشكلوا شيئا من هذا أبدا. إنما قد يرد في بعض المعاني أو بعض الألفاظ حينما يرد في الباب آيتان مثلا، أما من جهة باب التوحيد والأسماء والصفات فلا تكاد تجد استشكالا من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، بل كانوا يدركون ويفهمون رضي الله عنهم.
بل هذا الفهم يدركه غير أهل الإسلام من كفار قريش ويعلمون ذلك، ولهذا لم يعترضوا بشيء من هذا لعلمهم أو لفهمهم لهذا الباب. ولهذا المصنف رحمه قال: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، منهج الحق الواضح. الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عباس لم يسألوا النبي، لم أو قال رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لم أرى خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يسألوه إلا 13 مسألة. وهذا أراد رضي الله عنه الأسئلة التي جاءت في القرآن: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يعني هذه الأسئلة التي جاءت في القرآن. وإلا هم سألوه كثيرا عليه الصلاة والسلام في الأمور المتعلقة بالأحكام، في الأمور المتعلقة بالأحكام، ولهذا ترى أسئلتهم حتى التي في القرآن كانت عن هذه الأمور المتعلقة بالأحكام، لم يسألوا عن هذا الباب ولم يستشكلوا شيئا منه، لأنه واضح بين. ولهذا أجمع السلف على هذا، القرن الأول والقرن الثاني والثالث، قرون الهدى، حتى نبت من نبت من المعتزلة والجهمية الذين لازموا قولهم أن الأمة في ضلال، حتى نبت هؤلاء أفراخ الفلاسفة كما يقول ابن القيم وغيره، وزعموا أن الهدى فيما يقولون، ولازم قولهم أن القرآن باطل، ولازم قولهم أيضا أن الشريعة باطلة، لأنه لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن عند هؤلاء، بل صرحوا بذلك والعياذ بالله، صرح كثير منهم بهذا والعياذ بالله، أنه لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن، بل بلغت الوقاحة لبعضهم حتى قال إن أصول الكفر 6، منها الأخذ بظواهر القرآن والعياذ بالله، بظاهر النصوص، بظاهر النصوص من الكتاب والسنة. وهذا جرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله، حيث قالوا مثل هذا القول. لكن من لم يكن للنصوص في قلبه حرمة يقول مثل هذا القول الباطل عياذا بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمصنف رحمه الله يقول يا سائلا، وهذا يبين أنه يجب السؤال عن العلم الواجب، ويستحب السؤال عن العلم المستحب حتى يكون من أهل العلم وأهل البصيرة، ويجب على من سئل أن يجيب إذا تعين عليه الجواب. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، منهج الحق هو الطريق والنهج، هو الطريق الواضح البين الواسع، يبتغي أن يطلب، بغى يبتغي أن يطلب، وبغى يبغي إذا اعتدى، لكن هنا بغى يبتغي أن يطلب طريق الحق، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من بنى لله مسجدا، يبتغي به، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، خرجه عثمان رضي الله عنه، أن يطلب ذلك. هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو طريق بين واضح، ضرب الله مثلا طريقا، هذا في حديث النواس بن سمعان، وأن هذا الطريق واسع وفسيح، لكن عن يمينه وعن شماله جدد،
وهي سبل الشيطان وطريق وطرق الشيطان. فيا سائل عن منهج الحق يبتقي، الحق من حق يحق إذا ثبت، وفي دلالة على أن من هو على طريق الحق هو ثابت عليه، لا يتزلزل ولا يضطرب كما يضطرب أهل البدعة وأهل الضلال الذين اليوم على طريقة وغدا على طريقة أخرى، وهذا مشاهد في أهل الكلام، فإنهم اليوم يجزمون بهذا ويقطعون به ويقولون إن خلافه خلاف ما تقتضيه العقول، بل يكفرون من خالف هذا الشيء، يكفرونه إما أن يبدعوه وإما أن يكفروه، ثم في الغد تجده يكفر من يعتقد هذا القول. لماذا؟ لأنهم في أمر مريج وليسوا على قاعدة مستقرة ثابتة، فتراهم مضطربين متحيرين. أما من هو على طريق الحق ومنهج الحق فهو ثابت لا يتغير، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وليقال يبتغي سلوك طريق القوم. إذن لابد أن يكون السائل قصده ابتغاء طريق القوم السالفين، هذا قصده، ليس قصده في سؤال التعنت ولا المغالطة ولا الحذلقة بالسؤال، لا، قصده ابتغاء طريق القوم. ومثل هذا يوفق ويسدد، من سأل مستفسرا سدد وفق، ومن سأل متعنتا حرم العلم وحرم الخير. وليست المسألة في مجرد سؤال، لا، المقصود هو في طلب جواب السؤال والإنصات والاستماع. وما دام الإنسان على هذا الطريق، طريق السؤال مع ابتغاء الحق، فهو على خير عظيم. وأيضا تقوم الحجة له فيعمل على حجة وهدى وبيان، فإذا عمل يعمل بعلم، بخلاف غيرهم من لم يسأل قد يكون هو على طريق الحق لكن ليس على هدى بالعلم، وإن كان على دين الحق، هو على دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن لابد من الأمرين، بالهدى ودين الحق، هو الدين الصحيح الذي يكون بالعلم النافع، الهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح. فإذا وجد هذان الأمران فصاحبهما ظاهر في كل أحواله، فالذي يسأل ويعمل بالعلم الذي يعلمه يكون أجره عظيما. فرق بين اثنين يصومان ويصليان ويزكيان ويحجان ويذكران الله سبحانه وتعالى ويعملان عمل الخير، هذا يعمل وهذا يعمل، لكن هذا يعمل على بصيرة وعن علم، وذاك يعمل لأنه يرى غيره يعمل لكن ليس عنده بصيرة، وإن لم يقع في بدعة. فرق بين من يكون عمله عن علم، هذا ازداد عملا آخر لأنه يعمل بنية وهو العلم الذي عمله، فعمل بما علم، وذاك يعمل لكن لا يدري، ربما يأتي إنسان آخر فيغيره ويحرفه فيتغير عما هو عليه ويضل. فرق بين هذا وهذا، بين صلاتيهما كما بين السمر، وكذلك بين صوم هذا وصوم هذا وذكر هذا وذكر هذا. فمن يعمل عن علم لا شك أن درجته عالية. قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، كلاهما رفعه الله، لكن من كان إيمانه عن علم فقد ارتفع درجات،
عمن لم يكن عنده علم. فالعلم له أثره في تزكية العمل. أرأيت إنسان يتصدق بصدقة يعطيها الفقير بنية خالصة، لكن يعطي كما يعطي غيره الصدقة، نية مجرد الصدقة لهذا الفقير، وآخر يعطي الصدقة ويعلم بقلبه أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يربيها كما يربي أحدكم مهرة وفصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. وليس معنى ذاك أن ذاك الذي يعطي لا يكون له هذا الفضل، لا، ظاهر الحديث أن الفضل للجميع، وإن كان ذاك لم يعلم ذاك الفضل، لكن فرق بين من يعطي ويستحضر العلم الذي يعلمه، لا شك أن إعطاءه لهذه الصدقة يكون عن يقين تام، ليس كيقين الذي يعطي وهو لا يعلم هذا الفضل. وإن كانوا في أصل الأجر سواء الذي ورد في الحديث، مثل من صلى في جماعة فله 27 درجة أو 25 على اختلاف حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة في هذا الباب، فأصل الجماعة ثابت للجميع، الأصل المضاعفة ثابت، لكن فرق بين الصلاة التي تؤدى بسننها وآدابها عن علم وبصيرة وصلاة لا تؤدى كذلك. فلذا شرف السؤال عن العلم، وفي إشارة إلى أن السؤال عن العلم أمر مطلوب بل يكون واجبا أحيانا، بخلاف سؤال المال فالأصل فيه النهي بل هو محرم في الأصل. أما العلم فإن الأصل فيه المشروعية، ولذا كان أهل العلم يجتهدون في سؤال العلم وإن برم المسؤول، لأن يعلم أنه يشرع له يجيب، لكن السائل عليه يراعي أيضا من يسأله، وعليه يجتهد في سؤال العلم ما دام قصده سؤال العلم، ولا يمل من سؤال العلم أبدا وكتابة العلم حتى يلقى ربه، لأنه لا يدري ما هي الكلمة التي فيها نجاته. يكتب العلم ويعمل بالعلم، وقد تكون الكلمة التي فيها النجاة وفيها الخلاص حتى الآن لم يكتبها العلم، لم يكتبها، كما قيل المبارك رحمه الله كان يكتب كل شيء، قيل تكتب كل شيء؟ قال نعم، لأن الكلمة التي فيها نجاتي لا أدري هل كتبتها أم لم أكتبها، فيكتب كل شيء. وكان أحدهم إذا لم يجد شيئا يكتب فيه كتب في أقرب شيء إليه، جدار أو ربما في ظاهر شيء من يعني من صوف أو غير ذلك ما يحمله، بل بعضهم كان يقرر ويسأل على شاته كما ينقل عن بعض السلف، وينقل عن ابن حبان رحمه الله أنه كان يكثر سؤال ابن خزيمة، وكان أحد طلابه الكبار ابن حبان محمد بن حبان البوسدي، كان أحد طلاب محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وكان يسأله كثيرا حتى برم منه ابن خزيمة، فقال له مرة قد أبرمتني بكثرة سؤالك، فكتبها رحمه الله، قال وهذه فائدة، فقال لا حيلة فيك، أو كما قال رحمه الله. فهذا من المصنف رحمه الإشارة إلى مشروعية السؤال عن هذا المنهج العظيم، وهو أوجب ما يسأل عنه العبد ما دام محتاجا إليه، ويبتغي بذلك سلوك طريق القوم، سلوك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، كما في حديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود الترمذي، وفي حديث أبي هريرة من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم، من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا السؤال أو هذا السلوك وهو طريق سؤال عن طريق الحق هو طريق إلى الجنة، إن ربي على صراط مستقيم، ينتهي بالعبد إلى الجنة.
ولهذا قال سلوك طريق القوم، طريق القوم. فهذا التعريف للقوم تعريف ما بالتعظيم لهؤلاء القوم الذين جمعوا بين الصدق والإخلاص والمحبة والبذل والنصح وقول الحق ورحمة الخلق. هؤلاء هم القوم الذين جمعوا هذه الخصال العظيمة المبنية على هذه الأصول المأخوذة من هذا المنهج الصحيح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم القوم الذين يجتمعونها على هذه الخصال العظيمة. فلهذا قال يبتغي سلوك طريق القوم الذي مضى عليها أولئك القوم، فلست وحدك في هذا الطريق، فلا تستوحش طريق القوم حقا، أي يحقه حقا هذا السلوك بابتغائه لطلب الحق، ليس لمقصد من مقاصد الدنيا، لمال أو شرف أو جاه أو ريا أو سمعة، لا، لأجل النجاة والخلاص. أنقذوا أنفسكم من النار، هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي إلى كفار قريش ولغيرهم بل لأهل بيته، يا فاطمة بنت رسول الله أنقذي نفسك، لا أغني عنك شيئا. وكذلك قال لعمته عليه الصلاة والسلام أنقذي نفسك لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو الطريق الذي فيه هاتان المصلحتان العظيمتان، يوصل إلى الجنة ويخلص من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، وهذا يبين أن التخلص من الباطل وأهل الباطل يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، لأن النفس والهوى والشيطان ومحبوبات الدنيا قد تدعو إلى سلوك طريق آخر غير طريق القوم. فعليك أن تتخلص من هذا، ثم تكون السعادة بعد التعب الشديد، والراحة في ترك الراحة، الراحة في ترك الراحة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هو الجهاد، هو المجاهدة، لكن ما الغاية؟ أعلى درجات الدين وهو الإحسان، إن الله لمع المحسنين. وهذه معية خاصة، معية خاصة، معية النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية النصر والتأييد، غير المعية العامة التي يقتضاها الإحاطة والعلم. وهذه أيضا يكون أثرها في الآخرة أن تكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح عائشة لما حضره الموت في آخر حياته قال في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا. وقول في الرفيق الأعلى الذي يظهر والله أعلم معناه كما قرأ بعض العلماء يعني أنه اختار قبض روحه، أنه اختار قبض روحه، لأن هذا هو المراد. يقول هو إليك مع الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين، وإلا هو عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنة، أعلى منزلة في الجنة. ولهذا قالت فعلمت أنه لا يختارنا، أي اختار الرفيق الأعلى، يعني أن تقبض روحه
عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، والجزاء من جنس العمل، وسلوك طريق القوم يؤدي إلى الجنة، بل يؤدي إلى جنة معجلة في الدنيا، جنة الأنس بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وضده من أعرض عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا ضد هذا الطريق. أما من أراد السعادة ويعجل له الأنس بالله عز وجل بذكره وانشراح الصدر والنفس فإن عليه يسلك طريق القوم ويسعد. وهذه السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية سعادة الأنس بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث بلال عند أبي داود أو عن رجل من الأنصار، عن رجل أنصار عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. هي راحته وهي أنسه عليه الصلاة والسلام. في حديث حذيفة عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه. وهذا وقع له في وقائع متعددة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: تأمل هداك الله، تأمل هداك الله ما قد نظمته. لما قدم رحمه الله السؤال عن منهج الحق استجاب رحمه الله لهذا السائل الذي ذكره المصنف رحمه الله، ثم دعاه قبل ذلك أن يتأمل، لأن التأمل هو طريق النظر، لأن التأمل إذا كان عن هدى وعن بيان كان طريقا قريبا إلى الحق، أقرب الطرق أقرب الطرق إلى الله هو طريق العلم، ولا يكون عن التأمل. التأمل في الدلائل والبينات، التأمل في الحجج والنصوص، والنظر عن علم، هذا أقرب الطرق إلى الله. كل الطرق مسدودة، بل كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق هو طريق العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله وصل، ليس هناك سبيل غير هذا السبيل، هذا هو السبيل الذي تسير عليه وتتأمل وتنظر في ما تعلمه من أدلة بالنظر الصحيح والفطرة السوية. تأمل هداك الله، ولا شك أن التأمل لا يكون صحيحا إلا مع القصد الصحيح، أن يكون له قصد صحيح في نظر صحيح. لا بد من أمرين: أن يكون القصد قصدا صحيحا، هذا من جهة القلب، وأن يكون النظر في حجة صحيحة. أما إذا فقد أحدهما حصل الضلال، إما بفوات القصد الصحيح أو فوات النظر في دليل صحيح. أما من كان نظره في دليل صحيح مرشد للمطلوب مع قصد صحيح فإنه يفتح له، وهذا كمن ينظر في الطريق. إذا كنت مثلا تسير في الطريق وكان الطريق هذا فيه منور، فإنه بقدر قوة النور يكون اتضاح الطريق. وما دمت قاصد أنت
إلى مكان معين، قاصد إلى مكان معين، والعلامات والدلالات واضحة وبينة تصل إلى المقصود. أما إذا لم يكن لك هدف معين إلى مكان معين تكون مثل راكب تعاسيف كما يقال، مرة تسير يمين ومرة تسير شمال، كالذي يبحث له عن جمل شارد، إذا رأى من هنا شيء كأنه جمله صريح، وإن رأى من هنا قصد، لم يقصد شيئا معينا قد يهلك في وادي من أودية. لكن من له قصده صحيح إلى مكان معين وعنده العلامات واضحة بينة فإنه يصل إلى المقصود والمطلوب. كذلك أيضا بقدر النور الذي في القلب يقوى النظر ويكون صحة النظر، مثل قوة النور والضوء الذي تبصر به الطريق، كلما كان قويا كلما كنت أبصر بالطريق. ولهذا إذا أظلم عليك الطريق في هذه الحال ليس أمامك إلا أن تتخبط أو تقف تنظر وتتأمل، لكن جعل يتخبط يمنه ويسره قد يسقط في هوة، قد تصيبه تقرصه حية أو عقرب إلى غير ذلك. وقد مثل أبو بكر الآجري رحمه الله توفى سنة 60 و300 الناس مع العلم، إذا لم يكن أخذهم للعلم عن هداية وبصيرة بل كانوا يتخبطون بلا تأمل ولا نظر، مثلهم رحمه الله بقوم ساروا في البرية، قوم ساروا في البرية ثم أظلم عليهم الليل فاحتاروا لا يدرون أين الطريق يمنة أو يسرى، واشتد الظلام فجعل بعضهم من شدة الظلمة يصدم بعض ويسقط بعضهم بعض، وهذا يعني في مكان لا يدري هل أمامه طريق، هل أمامه شجرة، هل أمامه يعني مكان فيه حيات سباع، لا يدري، فهو في كل حال محتمل أن يصيبه شيء فيهلك أو يسقط فيه شيء، فهم في أمر مريج وفي خطر عظيم يريدون النجاة. فإن كان لهم قصد في السلام والنجاة فهم موفقون ومسددون، بينما هم كذلك يقول رحمه الله إذ رأوا نورا بعيدا عنهم، نور بعيد لكنه لا يضيء لهم، مثل ما يرى الإنسان نور بعيد عنه لكن هذا النور لا يصل إليه، فجعلوا ينظرون هذا النور يترقبون أن يصل إليهم، ثم لا يزال هذا النور يقرب إليهم شيئا فشيئا، كلما قرب هذا النور كلما أضاء لهم المكان الذي هم فيه، حتى وصلهم إنسان ومعه مشعل نور قد أنار المكان الذي هم فيه، وعرفوا بعضهم ورأوا مواطئ أقدامهم وعرفوا أين اتجاههم، فبعدما وصل إليهم قال لهم هذا الرجل أو هذا صاحب المشعل أريد أن أنقلكم إلى مكان خير من هذا المكان، خير من هذا المكان، فأطاعه قوم وعصاه قوم، قوم قالوا لا نحن قد عرفنا هذا المكان لا نريد أن نتركه، وأطاعه قوم وذهبوا معه، فهؤلاء الذين عصوا بقوا في ظلمتهم حتى هلكوا، والذين ذهبوا معه جاء بهم إلى مكان فيه الماء وفيه الطعام وفيه المسكن المريح فكانت لهم السلامة والنجاة. هكذا أهل العلم مع عامة الناس، وهذا بهداية القرآن
والسنة، وأن من أخذ بهما قاده إلى الجنة، قاده إلى الخيرات والبركات، السلامة في الدنيا ثم السلامة في الآخرة. ولهذا يجب على كل مكلف أن يقصد طريق الحق بنظر صحيح. تأمل هداك الله، دعا المصنف رحمه الله، كان كثير من العلماء حين يسأل أو حين يصنف فيدعو لمن يكتب له، وهذا واقع في كثير من مصنفات أهل العلم، ويقع في كثير من مصنفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدعوة لمن يكتب له أو يرسل له الدعوات العظيمة رحمه الله، لأن القصد هداية الخلق إلى الحق. وهذه طريقة السنة رحمة الله عليهم، أنهم يدعون للخلق ويرحمونهم مهما كانوا عليه من الضلال، فإنهم أحرى بالدعوة، والدعوة لهم واجبة حتى يتخلصوا من هذا الضلال الذي هم فيه. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته. ما اسم موصول؟ معنى الذي قد نظمته، يحتمل أن هذا يعني على سبيل التحقيق للنظم، وأن النظم لم يكتبه حتى الآن، ويحتمل أنه يكون كتب هذه المقدمة قبل ذلك، ويكون إشارة لنظم موجود أو نظم مقدر، نظم مقدر إن كان هذه المقدمة قبل النظم. وهذا هو الجاري في الغالب لمن ينظم، وأنه يشير سواء كان إشارة حسية يعني بهذا، فيشير إشارة حسية إذا كان موجودا، أو إشارة إلى شيء موجود في الذهن. ما قد نظمته تأملا من كان للحق يقصد، هذا هو الواجب، تأمل من كان للحق يقصد. وهذا سبق الإشارة إليه، وأن من شرط التأمل ومن شرط طلب العلم أن يقصد الحق، وإلا كان علمه وبالا عليه وضررا عليه. والعالم الحق هو العالم بالله، العالم بأمر الله، هذا هو الذي اجتمع في الأمران، حسن القصد مع النظر في الدليل الصحيح، هو أن يكون عالما بالله، عالما بأمر الله، عالم بالله، أن يكون معظما لحدود الله، معظما لشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك معظم حرمات الله فهو خير له، يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وحدود الله سبحانه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فهو يعظم حدوده وحقوقه، حدوده الواجبة يعظمها بالإتيان بها، والحدود التي حدها والتي لا يجوز قربانها بأن يحذر من انتهاكها، ومعظم للحرمات، معظم للحقوق، معظم للحدود، هذا هو العالم بالله، يقدر الله حق قدره. ولهذا قال في ضدها: لا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميع قبضت السماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي لا يعظم حدود الله ما قدر الله حق قدره، ولهذا يكون نقصا في العلم، وإن كان عالما بأمر الله فهو جاهل بالله، وهذا جهل، وإن كان عنده علم لكنه جاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل. وذلك أن من علم عظمة من يعصيه فإنه يتوقف ويحاسب نفسه وينظر ويعلم أنه يعصي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يرقبه وينظر إليه سبحانه وتعالى، لكنه حليم غفور رحيم. قال رحمه الله: تأمل هداك الله
ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد، وأن هذا الواجب أن تكون قاصدا للحق، وقصد الحق يبارك في علم الإنسان ويعظمه. قد يكون الإنسان عنده علم عظيم لكنه ضال في باب التوحيد أو في بعض الأبواب، فيحرم بركة العلم. هذا واقع في كل زمان، في كل زمان ترى كثيرا من أهل البدع الذين عندهم علم، عندهم معقولات، عندهم نظر وذكاء، لكنه ذكاء بلا زكاء، ذكاء بلا زكاء، وأوتوا بيانا لكن لم يؤتوا برهانا، وأوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء. والعلم يكون بالإخلاص بالصدق. في عصر أحمد رحمه الله علماء كبار في باب العلم من أهل الكلام ذهبوا لا يكاد يوجد لهم ذكر، وفي عصره علماء لم يصلوا إلى درجة هؤلاء وبقي ذكرهم إلى يومنا هذا، بل ربما أحدهم لا يعشر أو لا يبلغ معشار بعض من ذكر من أهل الكلام كما يقول الذهبي رحمه الله، ومع ذلك لا يكاد يذكر إلا في سبيل المخالفة للإجماع والمخالفة. يقول وخالف فلان، ما يذكر في الإجماع، يذكر في الخلاف، هذه بلية ومصيبة حينما يقال وخالف فلان، مع أنه في باب النظر من أهل العلم وأهل النظر لكنه لم ينظر في دليل صحيح. هذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ونبه عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في مصنفاته على هذا المعنى، وهما مصنفان من أعظم مصنفات الإسلام كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية، هذان الكتابان من أعظم كتب الإسلام، وكان أهل العلم يوصون بهذين الكتابين وصية عظيمة بمطالعتهما والنظر فيهما، لأن يعني مبنية على النظر الصحيح والأدلة الواضحة البينة. وقد كان شيخ الإسلام يوصي بهما وقبله للعلم، وكتابات أهل العلم كلها مبنية على هذا، لكن المعنى هو الإشارة إلى النظر الصحيح المبني على أدلة يكون قويا ويأتي على الباطل من أصوله فينسفه نسفا. ولذا عثمان بن سعيد رحمه الله الدارمي قبل صاحب الحيدة عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله له كلمات عظيمة رحمه الله، لما سأله رجل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم. قال: وكيف؟ قال: لا يقال لله كيف، لا يقال، نحن نعقل الاستواء. هذه مثل جواب مالك وربيع بن عبد الرحمن رحمة الله عليهم، لكن الشأن إشارة إلى الكلمات العظيمة الجامعة التي صيانة وحيام وحماية للمكلفين، ثم هي في الحقيقة كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله أيضا إشارة إلى هذا المعنى، وأن الإنسان يقف عند حدود الشرع، وما لا يدركه فإن عليه سلم، وما كان لمؤمن ولا منه إذا قضى الله ورسوله أن يكون خيرة أمرهم. وأعظم أبواب التسليم باب العقيدة، وأنت والحمد لم تكلف بهذا الباب، عليك أن تقوم بما وجب الله عليك. وعودا على بدء إشارة إلى ما تقدم من كلامي أو من إشارة إلى بعض أهل الكلام الذين لم يكن نظرهم صحيحا كما نبه عليه المصنف رحمه الله، وهو أن يكون تأملا، والتأمل يكون في النظر الصحيح مع قصد للحق وهو الدليل الصحيح.
مع قصد الحق، وهو أن يكون إرادته ظهور الحق ومعرفة الحق، لا أن تظهر حجته ولا أن يظهر على خصمه، لا، هو يتبع الحق أين كان. يقول لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل، يتبعه إذا ظهر الحق لا يبالي مهما جاء الحق من أي إنسان، لأنك حينما تقول به أنت لا تعظم فلان وهو تعظم الدليل. وهذا في الحقيقة يعود إلى أن من يخالفك يخضع ويذعن لك، لأنك في الحقيقة كنت قاصدا للحق معظما لله سبحانه وتعالى. ثم ما تريده من الأنس والراحة بالانتصار الذي تريده ولو الباطل يفوت عليك، لكن يحصل لك أضعاف أضعاف ما تطلبه مع الطمأنينة والراحة حينما تقول بالحق وتقبله بالحق من أي شخص كائنا من كان. ذكروا عن الحسين بن علي الكرابيسي وهو في زمان أحمد رحمه الله ومن أقران أحمد، توفي سنة 45 و200، وكان هذا الرجل من ذوي العقل الكبير والفطنة والذكاء العظيم، لكنه لم يكن ينظر في دليل صحيح، ومن أهل الكلام وله مصنفات وتكلم في مسألة اللفظ، فبلغ الإمام أحمد قوله فقال لأحمد رحمه الله لما قال كلاما، قال رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، يعني وهذه المسألة فيها تفصيل، لكن أحمد رحمه الله سد الباب في هذا. فلما قيل للكرابيسي عن أحمد هذا قال ماذا نفعل بهذا الصبي، إن قلنا كذا قال جهمي وقلنا كذا قال مبتدع، يعني الإمام أحمد رحمه الله. فتكلم فيه أحمد وحذر منه بس مجرد تحذير، فهجره الناس حتى سقط فلا يكاد يذكر، حتى يقول الذهبي لا يكاد يوجد له حديث، مع له مرويات، مع ذلك لا يكاد، وذلك ليس له رواية في الكتب الستة ولا في غيرها، لا يكاد يوجد له رواية لما تكلم فيه أحمد رحمه الله. وأثنى على أبي ثور رحمه الله، أثنى على أبي ثور خالد بن زيد الكلبي أبو ثور رحمه الله، وهو كما يقول الذهبي لا يعشر الكرابيس على أبي الغشرة، فرفع الله أبا ثور وسقط هذا الرجل هو الكرابيسي. وله مسائل أخرى، فالشأن يا إخواني هو النظر في الدليل الصحيح، النظر الصحيح هو المرشد إلى المطلوب. ثم قال رحمه الله نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. نقر، هذا هو ابتداء المنظومة، يعني هذه ما تقدم كالتقديم لمنظومته رحمه الله، وأنه يجب عليك أن تقصد الحق وأن تنظر وتتأمل. ولقد نقر بأن الله لا رب غيره، وهذا الإقرار مبني على أدلة، وهذا يبين أن هذه الشريعة لا يقلد الإنسان فيها أحدا، لا، لا تقلد أحدا، إنما تأخذ عن كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الواجب. وأهل العلم يتكلمون بالكتاب والسنة، ولذا حينما يتكلمون يقولون قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحجة. لكن العالم يراعي المقام، تارة يذكر الدليل وتارة يذكر المعنى، وقد لا يذكر الدليل لظهوره. المقصود أن الحجة فيما جاء بالدليل. ولهذا أعظم أبواب هذا المنهج وقواعد هذا المنهج
هو الإقرار بالله، نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. هذا البيت في الحقيقة جامع، جمع أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا من ما يعطاه الناظم حينما يجمع الكلمات أو المعاني العظيمة في الكلمات اليسيرة. نقر بأن الله لا رب غيره، هذا هو توحيد الربوبية، وهو الرب سبحانه وتعالى. إله، هذا هو توحيد الإلهية، وأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، سيأتي بيانه وتفسيره. على العرش العظيم ممجد، هذا أيضا إشارة إلى الأسماء والصفات، وأنه المجيد الحميد سبحانه وتعالى. نقر بأن الله، الإقرار للسلف فيه عبارتان حينما يقولون الإقرار، فمنهم من يقول هو اعتقاد القلب وقوله وعمله، أو قول القلب وعمله، منهم من يقول تصديق القلب، منهم من يقول الإقرار هو التصديق. وهذه كلها عبارات صحيحة. فالذين يقولون التصديق لا يريدون مجرد الخبر المحض، أنه إخبار المحض، لا، الإخبار المحض هذا ليس إقرار، فهذا يقر به غير أهل الإسلام. هم يقرون بالله سبحانه وتعالى كما قالوا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت حي ومن يرزقكم من السماء لا يقولون الله. يعني هم يقرون بهذا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. إنما المراد التصديق الذي يشتمل على الاعتقاد، لأن التصديق من الصدق. ولهذا أهل الجنة يقول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنهم صدقوا. والتصديق الصحيح هو التصديق المشتمل على قول القلب وعمله، هذا مراد من قال التصديق. منهم من أطلق لأنه يعلم أن التصديق المراد به هو قول القلب وهو اعتقاده، وعمل القلب وهو خشيته وخوفه وتوكله وإنابته، لا بد من ذلك. ثم هذا من جهة الإقرار. وسيأتي في باب الإيمان أنهم يذكرون مع ذلك عملين ظاهرين. وإلا فإن الإقرار بمعنى التصديق، وهو اعتقاد القلب وقوله وعمله، لا يمكن أن يستقر في القلب إلا بوجود العمل الظاهر. فلهذا، لكن لما أن قد يتوهم متوهم أنه قد يكون تصديق وإقرار واعتقاد وخشية لكن لا يعمل عملا، وهذا باطل. فدفع السلف رحمة الله عليهم هذا بتعريف عدة، فاختلفوا في تعريف الإيمان وسيأتي إن شاء الله. فلهذا قال بعضهم هو عمل إقرار باللسان وعمل بالأركان، قل اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، كل هذا من باب البيان. وإلا فالاعتقاد الصحيح المبني على اعتقاد القلب وهو قوله وعمله
لا يمكن إلا بالعمل الظاهر، عمل الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نقر، وكلمة نقر أيضا من قر يقر، من قر يقر، ومنه القارورة، سميت القارورة قارورة لأن الشيء فيها يستقر، من قر الشيء وثبت، وهذا لا يكون إلا باليقين والتصديق المشتمل على قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. نقر بأن الله لا رب غيره. تقدم أن هذا في إشارة إلى هذه الأنواع من أنواع التوحيد، وهي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا التوحيد أجمع العلماء عليه، ومن أهل العلم يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. المعرفة والإثبات ما هما؟ إذا قيل المعرفة والإثبات، نعم، المعرفة والإثبات، إذا قيل المعرفة والإثبات، منهم من يقسمه بهذه التقاسيم الثلاثة. وفي بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال هو نوعان: في المعرفة والإثبات والقصد والطلب. نعم، المعرفة والإثبات ما هو؟ الربوبية الأسماء والصفات، والقصد والطلب الألوهية. القصد والطلب الألوهية، وهذا واضح، لأن القصد والطلب بأن يقصد بعبادته وأعماله وجه الله سبحانه وتعالى، يوحده بذلك ولا يقصد غيره ولا يطلب غيره سبحانه وتعالى. وهذا التقسيم أيضا ذكره العلماء، وتوحيد توحيد بهذه الأقسام مثلا ذكره قبل ذلك أهل العلم، يعني في قرون متقدمة، ثم هذا من باب البيان والإيضاح كما يدون أهل العلم العلوم، وإلا هذا مذكور في القرآن، آيات القرآن، بل مذكور في سور القرآن القصار والطوال، بل الفاتحة فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، وأنه لا رب سوى، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، هذه أيضا في توحيد ماذا؟ أسماء الصفات، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا يتعلق توحيد الربوبية، لأنه سبحانه وتعالى الملك له، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم، فالملك لله سبحانه وتعالى، وينادي في ذلك اليوم حينما ينخل كلهم: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولا يجيب أحد حينما ينادي سبحانه وتعالى، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى، فهو رب الرب سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه على ماذا تدل؟ توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. ولهذا أنت تتوسل بهذا بهذه الأنواع من التوحيد في سؤال الله الهداية، في سؤال الله الهداية. بنيت الفاتحة على هذا، ولذا في حديث أبي هريرة صحيح مسلم إذا قال العبد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول الله عز وجل كما صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله ماذا؟ مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. الآيات قول الله: هؤلاء لعبدي. في الآية الرابعة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي.
فالعبادة لله والتعبد من العبد، ولا يعبد غيره سبحانه. إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك. وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، ما قال نعبدك، ما قال، قال إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله عز وجل، والعبادة من العبد. وكذلك في سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. عند التأمل مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، أليس كذلك؟ حينما تتأمله قل هو الله أحد، يعني هو سبحانه وتعالى الواحد أو الأحد الذي لا يقصد بعباد له. الله الصمد، هذا إشارة إلى توحيد الرب، يصمد الخلائق كلهم إليه سبحانه. إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فيه إثبات الأسماء والصفات عز وجل مع نفي مماثلة المخلوقات. كذلك سورة قل يا أيها الكافرون في إثبات توحيد الإلهية، قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولهذا هاتان السورتان قل والله واحد وقل والله وقل يا الكافرون قل والله واحد، سورة الصمد. فقل يا أيها الكافرون هذه مبنية على توحيد الإلهية، قل والله واحد على توحيد الربوبية، لكن أيضا فيها الإشارة إلى توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك في قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كلها تدل على هذا المعنى. فكل سورة في القرآن أو غالب ما في القرآن في خطابه سبحانه وتعالى عبادة يدل على هذه المعنى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه قد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمقصود أنها كلها مبنية على هذا الأصل، وهو توحيد الإله إلا الله سبحانه وتعالى، وتقرير هذا المعنى وإبطال الشرك، وتقرير توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، إله على العرش العظيم ممجد. قوله ممجد هذا نعت للفظ الجلالة، إله يعني هو سبحانه وتعالى ممجد على العرش. وهذا فيه بيان استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. هذا ورد في أخبار كثيرة أن العرش على الماء، والله يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى، وأعظم المخلوقات هذا العرش العظيم. وجاء في آثار عن أبي ذر مرفوع، عن زيد بن أسلم، آثار كثيرة في هذا الباب احتج بها جمع من أهل العلم، وهي في بيان عظم العرش، وأن السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي كحلقة في أرض فلات، وأن الكرسي إلى العرش كتلك الحلقة في أرض فلات، في أرض فلات. يبين عظمة العرش، والله على العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. هذا هو العرش، والله استوى على العرش، وهذا من صفاته الفعلية، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وهو أنه سبحانه وتعالى له الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها سبحانه وتعالى، وله الصفات الفعلية، وله الصفات الذاتية الفعلية في القسمة الثلاثية، صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، للسمع مثل يعني
مثل العلم والحياة والقدرة، واختلف في بعض الصفات، يعني هل هي ذاتية فعلية؟ وبعض الصفات اتفق على أنها ذاتية فعلية، كالكلام هو ذاتية من حيث قدم الكلام، وأن الله لم يجب يتكلم في الأجل لكن يتكلم إذا شاء. واختلف في السمع والبصر، هو صفة ذاتية لكن يعني هل يقال أنه ذاتية فعلية؟ هذا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وصفة فعلية مثل استواء العرش، استوى عليه بعد أن لم يكن مستويه، استوى عليه بعد خلق السماوات، والله عز وجل أثبت استواءه في عدة آيات أخرى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى العرش، في سورة الأعراف، وكذلك سورة يونس نفس الآية: إن ربكم الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترون ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. سورة الفرقان: الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورة حميم السجدة: الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فاستوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه. في هذه الآيات السبع، في هذه السور السبع، أثبت سبحانه وتعالى استواءه على العرش. وهذه الصفة صفة أجمع العلماء عليها، ودل القرآن عليها، والسنة دلت عليها في أحاديث: ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. وقد بيّن العلم أن هذا الاستواء علو خاص، إذ العلو علوان: علو فطري عقلي، هذا له سبحانه وتعالى قبل أن يكون، يعني هذا الاستواء فطري عقلي، ثم علو خاص وهو استواءه على العرش سبحانه وتعالى، هذا علو خاص. وهذا العلو وهو الاستواء خبري، لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى عليه لم نثبته. أما علوه سبحانه وتعالى فهذا أمر فطري عقلي ضروري، النفوس تضطر إليه، جميع النفوس تضطر إليه، لأهل الإسلام ولغيرهم. ولهذا أجمع العلماء على هذا الاستواء الخاص في قوله: ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. والاستواء له أربعة معاني عند السلف: يطلق الاستواء على الاستقرار، وعلى العلو، وعلى الارتفاع، وعلى الصعود. وعبارة السلف اختلفت لفظا واتفقت معنا، منهم من قال استقر، منهم من قال على، منهم من قال ارتفع، منهم من قال صعد سبحانه وتعالى. كما قال القيم رحمه الله: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قال: إنها عبارات أربع كما حصل القيم رحمه الله، وأن هذا هو المعنى الصحيح الاستواء. وخالف في هذا الجهمية وأمثالهم ممن سار على طريقتهم المعتزلة وغيرهم، وقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. وهذه الأقوال في الحقيقة يعني حكايتها لأجل بيان بطلانها، وإلا فالنفوس حين يرد عليها هذا القول الباطل فإنها تفر منه، ولو لم يكن الذي يسمعه عالما به أو عارفا به، فإن نفسه تشمئز من هذا الباطل. ولهذا تجد هؤلاء يضطربون. ويكفي أن هذا القول وهو الاستيلاء
لم يكن معروفا في القرون الأولى، ولم يحكى في عهد الصحابة ولا عهد التابعين، لم يعرف إلا في القرون المتأخرة حينما حدثت البدع قالوا هذا القول يكفي في بطلانه. ثم هذا القول وهو تفسير القول باستواء يبين بطلانه أن الاستواء معلوم ومعروف عند الناس، عموم الناس معروف. ولهذا السلف رضي الله عليهم حينما سئلوا عن هذا أول ما سئلوا قال الاستواء معلوم، وفي لفظ غير مجهول، الاستواء معلوم لا أحد يجهله، هذا معروف عند الناس ويطلقونه ويتكلمون به. وهكذا أيضا ربيعة الشيخ وكل من سئل عن هذا فيقول الاستواء معلوم، لكن الكيف لا يعلم، إنما نفس الاستواء معلوم. وهذا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله ما يتعلق باتفاق الأسماء في الألفاظ وتواطؤها على معنى، وأن اتفاقها على هذا اللفظ لا يلزم منه اتفاقها في جميع المعنى. وأيضا مما يبين أن الاستواء غير ضد الاستيلاء أو أنه ليس على ما فسروه، أنه قالوا الكيف مجهول، ولا يمكن أن يقال عن شيء إن كيفيته مجهول إلا أنه معلوم، لأن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا يقال عن شيء إن كيفيته مجهولة إلا إذا كان معلوم، هو معلوم لكن كيف هذا وكيف هذا نحن نجهله. إذ الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض السلف أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. أيضا يلزم على قولهم بطلان استوائه على العرش، لأنه يقول استولى على العرش، فإذا كان استوى معنى استولى فهذا المعنى ليس خاصا بالعرش، الله سبحانه مستول على الكون كله تحت قدرته وقهره. إذ الاستيلاء على الشيء هو الغلبة عليه والتمكن منه والحيازة له، وليس في الكون ذرة تخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فيلزم منه بطلان هذه الآيات في الاستواء على العرش. أيضا يلزم منه في لغة العرب التي حكاها أئمة كثير من أئمة العربية أنه لا يقال استولى فلان على هذا إلا بعد مغالبة، لا يقال استولى فلان على هذا الشيء إلا بعد مغالبة، وهذا يلزم منه والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى غالبه من غالبه حتى غلبه ثم استولى. هذا نص عليه كثير من أئمة اللغة، قالوا إن هذا هو معناه في اللغة، يقال استولى على هذا الشيء بعد مغالبته. وقد بيّن السلف رحمة الله عليهم كثير من الأدلة في بطلان هذا القول، فلذا كان الواجب هو إثبات الاستواء على ظاهره. هناك مسائل وقع فيها خلاف في باب الاستواء، لكن أصل الاستواء هذا مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة بالأدلة القطعية التي من خالف في الحقيقة خلافه يعتبر تحريف للنصوص، وهذا واضح. يعني لو كان الاستواء على ما ذكروا لزم بطلان أدلة الكتاب والسنة، إذ هذه الأدلة الواضحة البينة تصرف إلى هذا المعنى هذا تحريف، ولم يكن القرآن حجة ولا السنة حجة. ويلزم كل مبطل أن يقول في القرآن والسنة ما شاء، يقول كيف صح لك أن تتأول هذا ولا يصح لي أن أتأول، وهل دخلت الضلالات والبدع إلا من هذا الباب؟ حتى إن بعض السلف المتقدمين رحمة الله عليهم أساء الظن بكثير من أهل البدع وأن قصدهم هدم الشريعة. هو لا يقال على العموم، لا، ربما كثير من رؤوس أهل البدع حينما يعمدون إلى هذه النصوص الظاهرة البينة فيبطلون المعاني الواضحة بهذه التأويلات الباطلة التي لم تعرف في القرون الثلاثة. الصحابة رضي الله عنهم
عاشوا على هذا الاعتقاد الصحيح الذي أجمع عليه السلف ثم من بعدهم، ثم يأتي هؤلاء ويقولون هذا هو الاعتقاد الصحيح، ومن مات عليه مات على غيره فمات على غير هدى ولا بيان. هذا إساءة ظن سلف الأمة وبكتاب الأمة وسنتها. ولهذا دعا بعضهم إلى أنه أساء الظن بكثير من المتكلمين، وأن قصدهم هدم الإسلام وهدم الشريعة، لكن لم يكن لهم طريق إلا بهذا الطريق. وهذا والله أعلم يحتاج نظر ربما في بعض المتكلمين حينما يتأمل في حاله، أن لا يكون له حجة، لا يكون له حجة وتكون قامل الحجة وأصر على الضلال بعد قيام الحجة. وهناك بعض أهل البدعة والضلال يجزم بأن قصدهم هدم الشريعة، هذا واضح. هناك ناس من البدعة والضلال ليس قصدهم إلا هدم الشريعة وحرب الإسلام، وهذا واقع في كثير من البدع التي أغرقت في الضلال، حتى كان تحريفهم قرمطة للسمعيات وسفسطة في العقليات لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال. نسأل الله السلامة والعافية، ولعل نقف على هذا.